الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم خالد السعيد، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات وتقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. وللي بتابع القناة بلاحظ أننا نجيب مواضيع من شتى الساحات، وفي هالمقطع أبى أجيب لكم آخر ما يحصل في الساحات اللي تخص الشركات والمنتجات. فاللي ما يدري أن في 10 مؤسسات دائما نتكلم عنها في مقاطعنا الخاصة بالمنتجات والشركات، وهالعشر شركات هذه هي اللي تتحكم بالسوق العالمي للموارد والمواد الأساسية. فاللي بيدقق بيلاحظ أن معظم المنتجات هذه موجودة في جميع دول العالم. فبجيب لكم مجموعة من آخر الأخبار في الجوانب اللي تخص الأساسيات من المأكولات، ونمر على المطاعم وندخل على الملبوسات والإكسسوارات. وكعادة المقاطع نبدأ بكوكاكولا. فاللي بيلاحظ ويتابع مقاطعنا السابقة بيلاحظ أن كوكاكولا كانت مركزة على قضية إعادة التدوير واستخدام جودة أقل من البلاستيك، والذويقين الراعين المشروبات الغازية يعرفون أن كوكاكولا والمشروبات الغازية العولمية هذه بدأت تقل جودتها، فالحين بتبحل بالموضوع مو بس بطعم بل حتى بالعلبة أو القارورة اللي بتشرب منها المشروب الغازي. ولا وزود البلية يذكر أن كوكاكولا الآن تبي تحاول حتى تكثف من التغليف علشان تقوم أن تدفع زيادة بعد وبحجم أقل. حتى بدأوا الآن يبيعون حزمة القوارير الصغيرة للكوكاكولا. هذا غير اللي بيلاحظ الضرائب اللي جت على المشروبات الغازية في السنوات الأخيرة، وللمعلومية هذه كانت على جميع دول فشملت العالم كله، وهذا اللي يدل أنها الشركات لها سيطرة على الاقتصاد العالم. وحتى إذا انتقلنا للشركة اللي بعدها وهي شركة يونيليفر، وشركة يونيليفر معروفة بأنها لها منتجات خاصة بالمواد النظافة، ونفس الطريقة اللي مع كوكاكولا يبون يحاولون يركزون على تقليل جودة البلاستيك المعاد تدويره، وهذه فكروا فيها يا جماعة عشان يوفرون فلوس ولا يقعد الواحد يبتلش بهالخسائر. لكن خلونا ننتقل للشركة اللي بعدها وهي شركة بيبسي أو بيبسي بيبسيكو. فاللي حتى بيركز على اخر الاخبار اللي جبناها عن الشركات، كانوا اغلب الشركات يبون يحاولون يركزون على المياه المنكهه. فبدايه المقطع قلنا الذويقه راعين المشروبات الغازيه يعرفون ان جوده الكوكاكولا والبيبسي بدات تقل مع السنين، فالان ناويين يتوجهون جميع الشركات للمياه المنكهه. فبيبسيكو او شركه بيبسي العالميه اشترت منتج يحطونه في مطاعم اسمه سودا ستريم، وحتى يبيعون منه مجموعه من النكهات واجهزه يقدر الواحد يركبها ويسوي مشروباته. فبحلو ذا العالم قالوا الحين احنا باحين، لا الناس تبي تشرب كولا، واللي كانوا يشربون كولا بدأوا الحين ما عاد يشربونها. وصدق اللي بيجرب المنتجات المحلية خاصة في المشروبات الغازية او غيرها من المنتجات بيلاحظ انها ذات جودة احسن من المنتجات العالمية، وخاصة عندنا في المملكة العربية السعودية. فاللي بيجرب المنتجات الخاصة بالمشروبات وبالذات المشروبات الغازية بيلاحظ فرق شاسع بطعم والجودة. لكن خلونا نروح للشركة اللي بعدها وهي شركة دوريتوس. واما انتقلنا لشركة دوريتوس، فاللي بيتابع حتى مقاطعنا السابقة طايحين بالحواق يعني المطاريس، واللي ما يدري وش معنى مطاريس ولا يدري وش معنى احواق، يعني واحد يلعب بالنعمه يسوي لك خلطه الظاهر ما ياكلونها الا 2% من الناس. طبعا هذه نسبه من عندي بس يعني نسبتهم ضئيله جدا. فشو مسوين محل حلويات يقاله نايت اول كوكيز، حاطين لك موافل ومجموعه من البساكيت. تعرفون انتم البسكوت حالي، هذا حاط لك بسكوت بالدريتوز. عد اللي بيتابع مقطعنا الماضي في محل ايس كريم مسوي له ايس كريم بالدريتوز. انا ما ادري وش ذا المزاج عند بعض الناس، تكرم النعمه تقلب حفله في بطنه لا كلها. لكن خلونا ننتقل للشركة اللي بعدها واللي قامت تاكل من القضايا خاصة في الأيام الأخيرة، وهي شركة نستلي. فشركة نستلي الآن عليها ضغوطات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقوهم لا يزالون يتعاملون مع مزارع يشغلون الأطفال وهم خالف طبعا القوانين. طبعا ركزت على جانب الحلويات وخاصة المصنوعة من شجرة الكاكاو، وصدق حتى اللي بيذوق ذا الحلويات أو الذويق بيدري أن جودة الحلويات حتى بدأت تقل. فكويس أن الواحد حتى يجرب المنتجات المحلية ويدعمها بنفس الوقت بدل ما يدعم هالشركات العالمية، وفي النهاية تطهد الأطفال في بعض الدول النائية اللي تروح ذا الشركات وتشغل ذا العمال علشان توفر فلوس. فالشركات العالمية ذي لها أذرع في كل دول العالم، ولازم الواحد يدري عن بلاويهم ويشوف المنتجات قبل لا يشتري ويركز على المنتجات المحلية. والحمد لله أغلب الدول عندها صناعة محلية، واللي ما عندهم صناعة محلية أو ما يلقى منتج محلي يقدر ياخذ الأقل من العالمي، يقدر يلقى منتجات ما لها علاقة متصلة مع الشركات العالمية. لكن خلونا ننتقل لشركة مارس، فمنزلة منتج الآن. أنا لي فترة سامع عن بهالدبوبة، سامع عن واحد بجيب سالفته ان كانكم تموه بس اكتبوا لي في خانة التعليقات يسوي هالحركة. مدري هو مراسلهم ولا الحركة ذي تنتشر عند الناس. انا بعد بيكم تكتبون لي في خانة التعليقات اذا تعرفون احد يسوي ذا الحركة. فمنزله شركة تويكس منتج تحط حبة من حبات تويكس فيها وتدخله داخل الكوب اللي فيه القهوة او المشروب الساخن ايا يكن، يعني اللي يحب يشربها مع القهوة او غيرها. لا وعد حاطين لك خطوات. الخطوة الاولى تضع المنتج ثم تدخله حبة تويكس وتخرجها وتاكل البسكوتة وتكمل
يكمل على الباقي. فأنا ما أدري فيه ناس كذا يغطون التويكس ولا الحلويات بمشروباتهم، وهذا قد تكون مقبولة أكثر من اللي يحط لي دوريتوس في دونات ولا في بسكوت زي اللي قبل شوي. أما لو انتقلنا للمطاعم ودخلنا فيها بقوة، فتعرفون مطعم دومينوز بيتزا وخاصة صجة جيم أوف ثرونز على آخر الأيام مع الموسم الأخير الثامن، قام واحد من الموظفين من الطفش الزايد سوى عمل كأنه متأثر بجيم أوف ثرونز وقاب منصة الانستغرام قبة مو طبيعية. عدل اللي ما يدري شعار الفيلم كاتبين وينتر از كومينج، وهذا كاتب بيتزا از كومينج. وأما انتقلنا شركة أو سلسلة مقاهي ستاربكس، فبيسوون نفس حركة كوكاكولا ويونيليفر في أنهم يقللون جودة البلاستيك ويستخدمون البلاستيك المعاد تدويره وأرخص شوي علشان بعد يوفرون. طبعا ما هو بمقللين ترى من القيمة، لا بيخلونها نفسها علشان يطلع الربح زيادة بعد. ويذكر أنهم حتى بيخلون بعض منتجاتهم اللي يقدمونها بدون بلاستيك بيحاولون يحطون الوضع بلاستيكي، يعني ببلتستيكون أم الوضع. وطبعا اللي ما يدري وش مشكلة البلاستيك إذا قل جودته، هذا بيرفع من معدل انتقال أجزاء صغيرة من المواد الموجودة في البلاستيك، وقد تسبب السرطان أو ترفع من معدل نموه الله يكفينا الشر. فهدف الشركات العالمية الربح المادي. والمشكلة أن بعض الناس يروحون هالمقاهي ولا هالمطاعم ومع وجود البديل لكن ما فيه وعي، وتلقى البديل أفضل من المطاعم العالمية وحتى المقاهي، فتلقاها أفضل من ناحية الجودة وحتى أحيانا الخدمة. فيا ريت الواحد يبدأ يدعم المنتجات والمطاعم والمقاهي المحلية لعل يكون لها دور في دعم الاقتصاد وحتى المجتمع. وأما إذا رحنا للخبر اللي بعده وهي عن مطاعم هارديز أو كارلز جونيور، فهو له اسم هارديز يتغير في بعض الدول ويسمونه كارلز جونيور. عاد في أحد الولايات في أمريكا سامحين ببيع وتعاطي الحشيش، ويحتفلون سنويا في شهر 4 يوم 20 ويسمونه اليوم العالمي للحشيش. يعني قبل كم يوم محتفلين. فوش مسويه سلسلة مطاعم هارديز في ولاية كولورادو تبيع لك وجبات بزيت الحشيش، وتقول بعض المصادر أنهم من افتحوا الساعة 6 الفجر والمحل ازدحم. أنا ما أدري وش ذا المزاجه بيحشش في الصبح. وتقول المصادر أن استمرت الزحمة حتى الساعة 9 الصبح، يعني تخيلوا من الساعة 6 لين الساعة 9 والعالم مالي تم مطاعم كارلز جونيور أو هارديز علشان خلطة الحشيش اللي حطونه في الوجبات. عد اللي ما يدري ليش هم مقننينه، يذكر أنهم يستخدمونه للعلاج، فاستغلها مطعم هارديز وقال يلا خل أجيبها واستغل العالم وبنفس الوقت يجيه زباين. أما لو رحنا الخبر اللي بعده وهو عن سلسلة مطاعم ماكدونالدز أو على قولة بعض الناس ماكدونالدز المتواجدة في ولاية نيويورك الأمريكية، وزادت الشكاوي عليهم من كثر ما يلقون دود في كيسانهم. فاللي ما يدري أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز بالعادة في أمريكا تعطيك الكاس وأنت تعبي لنفسك، فعلى النية بعض الناس يأخذون ويقعد يعبي من هالمشروبات الغازية ولا يشوف. فزادت الشكاوي، وقبل فترة واحد مصور مقطع وتقلب سبده المسكين لدرجة أنه ما قدر يكمل الوجبة. فهذا ندلدل على قلة الجودة اللي جالسة تختارها المطاعم. فخلونا ندعم دائما المطاعم والمنتجات المحلية، وإذا ما فيه يدعم الواحد المنتجات الغير عالمية. وأما لو انتقلنا لجانب المواد الأساسية أو الموارد الأساسية من الملبوسات والإكسسوارات، فنفس حال المنتجات الأساسية من المأكولات وغيرها، فهناك شركات سيطر على سوق الملبوسات والإكسسوارات. وزي ما تشوفون السيطرة واسعة على شركات الملابس الرياضية والإكسسوارات وحتى المنتجات الفخمة واللي يسمونها الماركات. لكن خلونا نبدأ بأول الشركات واللي تصميمها دائما يجيب لهم، هذه نايكي منزلة تصميم الأحذيتها الله يكرمكم ويكرم السامعين، التصميم بلاي ستيشن الأول اللي يذكره. طبعا الأحذية حقات نايكي متشابهة، اللهم يغيرون لمسات في اللون وبعض التعديلات البسيطة جدا، ويصلخك بذاك السعر علشان والله حجة انه شركة عالمية. فعد منزلين ذا التصميم للمهبل حقين البلاي ستيشن يشترونه. عاد انتقلنا لشركات الاكسسوارات وخاصة الساعات الرجالية، هذه شركة رولكس منزلة مجموعة من الساعات ومسميتها على اسامي المشروبات الغازية، فمنزلة نوع مسميته بيبسي ونوع مسميته سبرايت. ولا يعني ابغاكم بس تتوقعون مع ذا التصميم الخايس كم توقعون سعرها، فيذكر ان سعرها يوصل تقريبا 21,000 دولار، يعني حدود 80,000 ريال، قيمة سيارة هذه قرض على ساعة لا تقدم الوقت ولا تأخره وتشتغل زيها زي ساعة الجوال وزي ساعة ابو 6 ريال اللي تشتريها من ابو ريالين. وانا والله ودي افهم المنطق من وراء دفع الاموال طائلة على الخرابيط، فصدق لا قال المثل رزق الخبول على المهابيل. لا عد لا رحنا شركة ثانية نفس الهبال، هذه شركة جوتشي منزلين تصميم القبعة او طاقية مطبوعة على انها من الثمانينيات ولا طبعة زي الناس، وفوق ذا كله لونها يحومل سبت، ما ادري وش اللي جمع اخضر مع احمر ولدها والامر. لاتكم دارين بعد بكم قيمة هالقبعة؟ حدود 500 دولار، يعني تقريبا 1900 ريال الى 2000 ريال. فهبال فهبال. والمشكلة الخامة اللي مصلحين بها القبعة ترى ما من زود، يعني لا يجي واحد يحسب انها ذات جودة ولا مصنوعة من خامة او قماش غالي، لا جايب لك اياها قطن زيها زي اي منتج ثاني، بس اللهم حط لك عليها جوتشي فخلاص الحين
بيعين عادي يصلخك بسعر وانت عاد لازم تدفع عشانك تتكشخ فيها. لكن شاركوني اراكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الاعجاب واللي دعم القناة تفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد.